لازلنا مشاهدينا في هذه الطائفة من أخبارنا الاقتصادية، حيث شهدت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر توقيع 16 اتفاقية، وذلك في مجال البنى التحتية وإنشاء المدن الجديدة في حضور وفود 14 شركة فرنسية التي زارت خلال اليومين الماضيين العديد من المواقع من بينها الإسكندرية والعاصمة الإدارية الجديدة. الوفد الفرنسي مكون من 14 شركة فرنسية في جميع مجالات يلي بتخص المدن المستدامة، زي معالجة المياه والمخلفات، زي النقل الحديث، وطبعا البنى كمان. دلوقتي ده متابعة الزيارة السنة اللي فات. أول امبارح كانوا في اسكندرية، امبارح كانوا في العاصمة الإدارية، ونهاردة المنتدى. مسألة المدن الجديدة متقسمة لخمس أجزاء. تخطيط المدن، المواصلات جوه المدن، المياه، الطاقة. أهم الحوارات اللي اتناقشت هي التنمية المستدامة، خاصة أن مصر لديها عدد سكان كبير جدا وبتشرع في بناء مدن جديدة.